السلام عليكم أعزائي، في هذه الحصة سنشتغل على مكون تعبير كتابي. الموضوع أصف رحلة نظمتها مدرستنا. في هذه الحصة أعزائي سأعد خطاطة موضوعي. إذا خذوا صفحة 196. أمامنا ثلاثة مشاهد. المشهد الأول يعبر عن الذهاب إلى الرحلة، والمشهد الثاني يعبر عن الرحلة، والمشهد الثالث يعبر عن الوصول إلى الرحلة. إذن أعزائي أذكر عبارات وجملا لوصف هذه المشاهد الثلاثة. هذا في المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية فأمامكم كذلك مشهدين. قوم بوصف ما فعلتموه خلال رحلتكم في المخيم الجبلي أو في شاطئ البحر. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة قوم بوصف العودة إلى بيوتكم وما شعرتم به بعد الرحلة. أعزائي كانت هذه حصة أعد خطاطة موضوعي. أعانكم الله.